موضوع تاني معانا النهارده خاص بالصحفي الكبير محمود عوض. النهارده بتمر الذكرى ال14 على رحيله. الكاتب الصحفي الكبير محمود عوض رحل في 28 اغسطس سنه 2009، وهو احد ابرز رجال الصحافه المصريه اللي بيتمتع باسلوب سهل ممتنع في الكتابة، واللي جمع ما بين عمق الفكرة ورشاقة العبارة باللغة الصحفية. ألف الكاتب الراحل محمود عوض العديد من الكتب، من بينها الكتاب المعروف بالعربي الجريح واليوم السابع والحرب المستحيلة وممنوع من التداول وسر جدا ومتمردون لوجه الله. للمزيد عن الذكرى دي وعن تاريخ الكاتب الكبير محمود عوض بينضم لينا أحد كتاب الصحفيين الكبار واللي كان ليه تاريخ وذكريات عظيمة مع راحلنا العظيم. معانا الكاتب الصحفي خيري حسن. أستاذ خيري، برحب بحضرتك معانا في التاسعة يا فندم. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف. حضرتك أهلا بحضرتك. طبعا ما بينك وما بين الأستاذ الكبير الراحل محمود عوض تاريخ. الحقيقة هو تاريخ من حيث الوقت والزمن قصير، إنما من حيث العمق فهو طويل. احنا انا زي اجيال كبيره وكتيره جدا من الصحفيين، يعني عرفوه من خلال الكتابه ومن خلال ما كان يكتبه في الاخبار، ثم بعد كده الاحرار والصحف العربيه اللي كتب فيها، كتب في القبس والرياض والحياه، كتب في كل الحاجات دي غير كتب اللي حضرتك تفضلت بذكرها وذكر بعضها. انما انا يعني شاء القدر بقى ان انا يعني اعرفه في ظروف دراماتيكية كده لطيفة، وهو برضو بحسه الصحفي يعني استفزه الحكاية اللي أنا كنت عايز أعرفه من خلالها. فده كان في أواخر 2007، واستمرت علاقتي بيه تقريبا شبه يومية حتى رحيله الله يرحمه. المقال اللي يعني تم تفريغه كحوار، وأعتقد ده كان أول يعني أن أنا كنت عايز أعمل معه حوار، فهو قال لي ما بحبش أعمل حوارات كتير، وأنا كاتب مقال عن القضيه اللي بتتكلم فيها ديت في الحياه اللندنيه، ارجوك اقراه وارجع لي قول لي رايك. شوف يا استاذ يوسف العبقريه حتى كمان في الترتيبه. يعني قلت له يا استاذ محمود يعني رايي انا ايه؟ بس يعني ده انت ناشط في الحياه قال لي لا بس اقراه وقول لي رايك. بس عجبه فلما قريته وانا قريته طبعا ورجعت له لان انا بتشكك عشان اكلمه. فقال لي طب خلاص هنتكلم في ايه؟ قلت له طب ايه رايك يا استاذ محمود؟ يعني جت في دماغي فكره بقى يعني مجنونه شويه، احول المقال ده الى حوار واعرضه عليك، اذا عجبك ننشره، ما عجبكش كان لا شيئا لم يكن. هو عجبته الفكره برضه بحسه الصحفي فيما اتصور بعدين يعني لما بقينا. انما الاستاذ محمود عوض يعني خليني بس اقول لحضرتك انه يعني انا حابب اتكلم عنه كلمتين بسرعه عشان وقت حضرتك. اتفضل يا فندم. انه فكر محمود عوض يعني انا اقدر الخصك ونلخص مع بعض يا استاذ يوسف فكرته مثلا في اولا الراجل كاتب مصري قومي عروبي، لكن شوف مثلا يلخص فكره في مصر مثلا فيقول لحضرتك ايه؟ مصر تصبح اكبر او اصغر بايه؟ يعني هو يقول لحضرتك انت عايز تسال نفسك انت تقدر تعرف مصر دي تكبر بايه وتصغر بايه؟ بالعلم؟ لا. بالتعليم؟ لا. بالمجهود؟ لا. كل الحاجات طبعا مهم، لكن يقول لك ايه بقى يا استاذ يوسف؟ ايوه. بشعبها. تكبر مصر وتصغر بشعبها فردا. ده تحت هذا العنوان الكبير كتب محمود عوض، تحت هذا العنوان الكبير عاش محمود عوض، تحت هذا العنوان الكبير يعني نقدر نقول ايه؟ قلمه هو عاش بين جدران الصحافه، من سواء الصحافه المصريه او الصحافه العربيه، كان يؤمن ويعتقد ويعيش اساسا على فكره واحده، وهو ان الشعب المصري ده او المصري ده يعني انا يعني مش بنتحيز لازم نتحيز طبعا، بس الواحد يعني انا بقول لحضرتك رصدي انا الشخصي كصحفي لكتابته والحواراتي والقعدات معاه، انه كان يؤمن بان مصر دي تبقى، والتاريخ بيقول كده يعني عظماء المصريين لما بنوا الاهرامات فيعني صعدوا للسماء، فهو للقمة يعني يقصد يقول. فأنت ده محمود عوض قلمه كان يكتب بالعربي الجريح ويكتب بالعربي الصريح، واخد بالك؟ فده كان محمود عوض. وأنا طبعا أنا بشكر أولا التلفزيون المصري والبرنامج إن إحنا من البرنامج بيفتكر أو التلفزيون المصري بيفتكر رموز زي كده، لأنه
حضرتك في المداخله اللي قبليه كنا بنتكلم عن الحفاظ على التراث في مدينه المنصوره وهي تستحق. تمام، يعني ربط صحفي يعني ربط صحفي طبعا هائل. التراث بتاعنا مش مبنى بس، التراث بتاعنا فكر وعقل، وبعدين ما يعني ما حدش يجي جنبينا الحقيقه في الحكايه دي، لان الموضوع احنا مخلصينه من 7000 سنه. فمحتاجين بس نبقى يعني واقفين قدامه ونشوفه ونسلط الضوء عليه. الدكتوره كانت بتقول دلوقتي استاذه اللي في الهندسه في جامعه المنصوره انه عايزين الشباب يعرف اهميه المبنى الاثري اللي عمره 100 سنه. احنا برضو عايزين الشباب ده يعرف رموزنا بقى وعظمه هذا الوطن وهذا البلد ورموزه. محمود عوض عاش حياته لهذه الفكره. يعني دي دعوة للشباب انه يرجع يستذكر تاني كتابنا العظام زي الاستاذ الراحل محمود عوض. وكانت دي يعني مرور سريع من حضرتك معانا على جزء بسيط من شخصية كاتبنا الراحل الكبير محمود عوض. انا بشكر حضرتك جدا استاذنا الكاتب الصحفي خيري حسن على وجودك معانا في التاسعة.